السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة سعاد أم خديجة. كنعتذر منكم على الغيبة الطويلة. كانت عندي أولا كنت كنمر بواحد الوعكة صحية، ودابا الحمد لله وليت بخير وعلى خير الحمد لله. وكنشكر الأخوات اللي تواصلوا معايا واتصلوا بيا في الخاص كيسولوا فيا، كنشكرهم من هذا المنبر. وكيف كتشوفوا اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الأكلة أو واحد الوصفة محبوبة المغاربة إيطاليا الأصل، كيبغيوها الكبار وكيبغيوها كذلك الصغار. باستيشيو كوزامية، سهلة سريعة التحضير. بقاو مع الفيديو وفرجة ممتعة. أول حاجة ندير في هاد الوصفة، عندي بطاطا اللي سلقتها واحد نص سلقة وكنقليها. إلا بغيتو تقطعوها مربعات، أنا خليتها طويلة لأن عندي فيها الطويجنة الطوال. غادي نقليها كيف كتشوفوا. غادي نقلي البطاطا ديالي كيف ما قلت لكم، سلقتها واحد 3 دقائق تقريبا بعد الغليان، مع شويه الماء، مع الماء والخل، واحد معلقه الخل، قليل من الملح. وناخذ مقله واحده اخرى، غادي ندير فيها الزيت اللي عندكم، زيت الزيتون، زيت المائده اللي متوفر عندكم غادي ديروه. نضيف لها واحد البصله متوسطة إلى كبيرة الحجم اللي تشلدوها رقيقة أو لا تفرموها بالمفرمة كيف كتشوفوا. نخليها حتى تنزل ليا شوية، ونضيف ليها اللحم مفروم أو كفتة. دابا الفريتة هو كيتقلى، البصلة هي بدات كتذهب ليا ونزلات. غادي دابا نضيف ليها، أنا عندي هنا الكفتة ديال لحم البقر أو اللحم المفروم ديال البقر. ثم يمكن لكم ديروا لا دانت فيمي او لا صدر الديك الرومي يكون مدخن، او لا الكفته ديال الدجاج ولا الكفته ديال لا دانت، داكشي اللي متوفر عندكم غادي ديروه. انا درت هنا الكفته ديال البقري، الا كانت عندكم اي شويه ديال الكفته يمكن لكم ديروا معها الفلافل الالوان او لا الفلفل الاخضر ولا الفلفل الاحمر، يعني ماشي مشكل. نضيف قليل من الملح، ونضيف واحد راس المعلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار. عندي هنا واحد ملعقه صغيره ما مملوءاش ديال توابل الكفته، من الاحسن اذا كانت عندكم ضيفوها، اللي ما عندكمش ديروا قليل من الكمون، قليل من الخرقوم، قليل من السكينجبير. دابا غادي نضيف واحد ملعقه ديال الثوم المجفف او الثوم بودره، الا ما عندكمش غادي ديروا طريز ديال الثومه تشحروها مع البصله. كنضيف واحد الملعقه صغيره ديال المطاط، ضروري من هاد الاضافات كيعطيو واحد لذة وبنه للطبق. كنبدا كندخل هاد التوابل في الكفته وهاد البصل مع التحريك حتى طيب ليا البصله تقريبا طايبه. ونضيف واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس، اولا انا عندي هنا معلقه صغيره درت تقريبا 2 معالق، الى اولا يمكن لكم تعوضوا بالزعتر، يعني الاعشاب المناسبه ديروا داكشي اللي كتفضلوا. انا درت الكفته درت معاها واحد 2 معالق صغار ديال المعدنوس، صافي الكفته دغيا كطيب، البصله راه تقريبا طايبه، الفريت ديالنا هو طايب صافي هو واجد كما كتشوفوا طابت لي. دابا غادي ندوزو للمرحله باش نحضروا اللي غنحضروا فيها لاصوص بيشاميل. عندي هنا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده اللي دوزتهم كيف كتشوفوا، حتى كنذوبوا الزبده ديالنا. بالنسبه للزبده انا عندي هنا حيوانيه، يمكن لكم ديروا الزبده ديال العلب ماشي مشكل. نضيف واحد ملعقتين كبيرتين اللي هما متوسطين الحجم، يعني ماشي ملعقه، كاين الكبار كاين متوسطين كاين الصغار، انا متوسطين الحجم ديال الدقيق. وكنبدا نحرك وكنسرع في التحريك باش ما يلتصقش ليا الطحين، وتحرك ليا مع الزبده. وغادي نضيف له واحد نصف لتر ديال الحليب، عندي هنا نصف لتر تقريبا، شي 2 كيسان د العنبه ونص، قياس كاس العنبه. نبدا كنحرك مع التحريك المستمر ونطرب، كاين اللي
كي نكهب كوزة الطيب انا لا بعد ما طابيها وكش تعقدات كنضيف واحد قليل من الملح ومكترش لانني غادي ندير الجبن، حتى الجبن راه مالح، ونضيف راس المعلقه ديال الابزار. كيف قلت لكم غادي كاين اللي تنكهب جوزة الطيب او لا بالكوزه، انا فقط اكتفيت بالابزار والملح، قليل فقط من الملح، ما نساوش الجبن راه مالح. كنحرك الكل جيدا ونضيف واحد تقريبا واحد 50 غرام ديال الجبن المحكوك. صافي غادي نطفي النار دابا، غادي نخليه غير يذوب ليا الجبن، والصلصة ديالنا هي جاهزة. ناخد اناء اخر كنفرغ فيه هذيك الكفته اللي شحرتها مع البصله، ونضيف له داك البطاطس المقليه. كيف قلت لكم انا غادي نديرهم في الطويجنات، يعني واخا ماشي مشكل درتها طويله، يمكن لكم تقطعوها مربعات، انا خليتها هكا. ونضيف لها واحد تقريبا 4 ديال المعالق ديال صلصه البيشاميل باش كتعطينا داك التهليكه، وكتعطينا كذلك كتينا هكذا البطاطا مع الكفته ملبيه. تنحرك هاد البطاطا والكفته وهاد لاصوص بيشاميل حتى كيمتازو ليا ويتجانسو ويدخلو في بعضهم. ناخد الطويجنات ديالي، عندي هاد الطويجنات، يعني كنظن كلشي عندو هاد الطويجنات، اللي ما عندوش يدير اي مول اولا يديرو لي غامكان، ولكن البطاطا يقطعوها مربعات. كندهنهم بالزبدة، انا ما كنسقوش ليه ولكن الاحتياط واجب، تنتم بالزبدة. وكنبدا ناخد هاد الخلطة ديال البطاطا والكفتة، كنقسمها وتنخلي البلاصة او الفراغ اللي غادي نضيف داك لاصوص ديال الكفته والبطاطا هكا، نوزعهم بشكل متساوي. نضيف ليهم ديك لاصوص بيشاميل من الفوق، نوزع هذيك لاصوص حتى هي بتساوي، ونضيف ليها الجبن المحكوك. عندي هنا انا موتزاريلا او جبنة الموتزاريلا، والفرن عندي ساخن من الفوق ومن تحت. كندخلهم راه كلشي طايب، غير يذوب ليا الجبن ويتحمر ليا ونخرج. نخرج من الفرن، يكون هذا هو شكلهم. غادي نوريكم شكلهم كيفاش كتجي من الداخل واخا هي باقا ساخنه. نتمنى تعجبكم وتنال رضاكم واستحسانكم، ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبارائكم وتعليقاتكم الزوينه. ملي كنت اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.